اسم اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي. تقلب عليه ومسرها والله تقلب عليه.
الله الله، هذا شو يستاوي؟ اخيرا طوعك الشعر وجيه معاه اللحن. يخرب سوقك، ده انت بلوى مسيحه. شتاوي، جيت برجليك يا مرحب. وهو معقول كنت تبعت لي واني اتاخر عنك؟ انت لوحدك وما معكش حد. كنت عايز مين معايا يعني؟ لما قربت من القاعه سمعت صوتك بيكلم حد. لا، انا كنت بكلم نفسي. زي ما تقول كده، ششتاوي بيكلم ششتاوي، يعني اتنين ششتاويه في ششتاوي واحد. حلو، تعرف تقولها 5 مرات بسرعه في نفس واحد؟ ششتاوي وششتاوك شافوا شش الشمس. بركه اللي بالك رايق ومزاجك عال، وزي ما يكون ضميرك مرتاح وايدك نضاف. الحمد لله، مادام مفيش على راسي بطحة. الكلام ده تقوله لغير يا ابن هلال السخاوي، راسك مليانة بطح ودم عزيزة مغرق ايدك. دم عزيزة مغرق ايدان يا ابن العمدة صادق؟ لا، جه دوري عشان اقول لك الكلام ده تقوله لغيري، لان دم عزيزة اختي في رقبتك انت. الكلام ده بتقوله لي يا امي؟ بتقول لي الكلام دي؟ فاني وانت لوحدين ايه؟ وما معناش حد تالت. طب عيني في عينك كده؟ عزيزة كانت أختي وأهلي وكل ناسي، لكن أحلف يمين الله على المصحف الشريف إني ما مسيت شعرة من شعر راسي. وده اللي خلاك انجذبت وعملت درويش، وقعدت تلف البلاد تعيط عليها وعلى شبابها اللي راح. انت ما قتلتش عزيزه لوحدها، انت قتلت ايناني قبلها، قتلت فرحه عمري، ومشيت في جنازتها تلطم وتعيط عشان كده. انا مش هسيبك يا ششتاوي، مش هطلعك من هنا خير على ظهرك. دم عزيزه، السكينه دي كانت لازم تغيب جوه صدرك، لكن المره دي هسيبك. قصاد لقمه وكوبايه شاي اكرمتني بيهم الحجه شفيقه اول ما دخلت بيتها. تبقى غلطان، لازم تستغل الفرصه وتقتلني عشان تضمن تعيش ليوم اجلك، لانك لو سبتني هاني مش هسيبك. ادري ورا قضاك زي ما تحب، ادري ورا قضاك، بس انا لا يمكن اكل من ايد الحجه شفيقه واقتل ابني. اخشع اخشع، لسه ليك عمر ربنا كاتبه لك، لكن قبل ايدك ما كانت هتطلع من سيالتك السكينه دي كانت هتغيب جوا صدرك. خلاص يا ابن هلال السخاوي، هطوعك واستنى لغايه لما ربنا يكتب لنا اللوجه مره تانيه، وساعتها المقدر هيبقى غالب. ولان كلمتك عندي ما تسواش حبه خردل، معلش اعذرني. لازم اكتفك. يعني مشوارك طلع على فشوش يا مولاني؟ كل شيء نصيب، لكن بعون الله كل آت قريب، واللي هرب المره دي مش هيهرب المره الجايه. المره الجايه؟ وانت ناوي تعيد المشوار ده مره تانية؟ احنا ورانا ايه غير المشاوير؟ احنا اهل طريقه يا شيخ جمعه. وبالمناسبه، انت جبت جوز الحمير دول منين؟ تصدق بايه يا مولاني؟ لا اله الا الله يا اخي، انت من ساعه ما سبتني وانا زودت الراكيه انا دفيت ونمت ولقيت عيني غفلت كده مش عارف قد ايه. صحيت من النوم على صوت ديب بيعوي وحمار بينهك، فتحت عيني لقيت جوز الحمير دول. يعني جوز الحمير دول ما كانوش مربوطين في الجميزة اللي على راس غيط البندار الصعيدي وهو سهران على دوره في الري؟ يعني انا سارقهم؟ الله يسامحك يا مولاني. انت هتعمل لي فيها شغل صحيح ولا ايه؟ بس برضه براو عليك، ولا لولا جوز الحمير دول كان زماننا واخدينها كعابي. يلا يلا بينا في الليل الاسود الغطيس ده. يلا. الليل دخل ليل اسود غطيس ما فيهوش لمعه نجمه ولا طله قمر، ليل ما تسمعيش فيه غير البوم والغربان، ما عادش فيه كروان
يسبح ربه، ولا إمري ولا بلبل يغني. ليل حتى على نهار ما طلعت له الشمس، خلت صباحية العروسة قهر وندم، وحنت راس الرجال وابتدى يخيط غزلك بتوب الحزن. اذكري الله يا ستنا، ده بدل ما تفرحي بحكم المحكمة. حكم القاضي جرب القضاء ما بعيدوش. ليه يا ست ام العمدة؟ عبد الله حيستنوه على باب السجن، وقبل منه شاهر بيدوروا عليه وحيصطادوه، والكبير مش حيسيب طار اخواته، حيغرق معاهم في بحر دم ملوش سطور، وحيروحوا هما التلاته يا صديقه، هما التلاته هيفتوني واشرب مرارهم. ما تشرح يا ست الحاج، لا ما تكبرهاش يا ستي. سيد العمده مش هيقف ساكت ويتفرج، وقبل ما يطولوا شعره بروس اخواته هيكون دفن السخويه كلهم وهيقطع جدرهم من الدنيا. سيدك العمده رغم شدته قلبه زي العصفور، مش هيهون عليه يوضر اخوانه. اخوانه مين يا ست الحاج؟ اياك نسيت اني سخوي. يقطعني يا ستي، بإني كبرت وبنسي. أصحيح ده على كده سيد العمد نفسه نص سخاوي؟ بس النص ده ما يفرقش معاه. أديك شفته عمل ايه مع بيت خاله عبد الرحمن، فتح الله ده من الصنف اللي يتقال عليه في الحج ما يخافش ابوه. وده يطمنك يا ستنة شوية، لأن ده معناه إن سيد العمدة مش حيسيب سخاوي يقرب من إخواته. وزمان اللي عدبوني على اللي عملته مع شاهر فهموا دلوقتي أني بعدته ليه. أكيد عشان تحميه وتخليه بعيد عن عينيهم لو فكروا ياخدوا بطارهم منه. بالظبط كده. بس أنا فرحانة قوي. ربنا يديم الفرح. بس إيه السبب؟ عشان أنت هتفضل معايا هنا لحد ما المشكلة دي تخلص. مش أنت قلتلي إنك عايز تفضل بعيد عن البلد وتراقب الوضع من بعيد لبعيد؟ بكل الحكاية يومين ومش هيبقوا خلصين، لأن عندي مأموريات ضرورية اليومين دول. والمأموريات دي فين بقى إن شاء الله؟ هنا وفي المحروسة. فأبو المطامير؟ افرضي يا أبو المطامير، إيه المشكلة؟ ما تعاندنيش يا فتح الله لو سمحت. قسما بالله مقاصد عندك ولا حاجة. أنت ناسية إن هناك في خالي وبنتي؟ عارفة يا حبيبي عارفة. معلش تزعلش مني، مش هتكلم معاك في الموضوع ده تاني، ولو عايز تزور أهلك كل يوم أنا مش هتضايق. لما يجتمع جمال العقل مع جمال الخلقة بيبقى صاحبتهم صدفة، ويبقى اللي يتجوزها ربنا راضي عنه. بحبك قوي يا دوا، بحبك. الله، يا أحلى مرة اسمعها منك. كل يوم بيعدي عليا وانا في حضنك بحس ان انا بحبك فيه اكتر من الاول، وطعم الكلام بيبقى احلى. تعالي تعالي نكمل كلامنا الحلو ده في اوضتنا. يلا. شو جزال حضرت ومده، شو جزال نوراي هانم. انا متاسف مش قصدت ابدا افاجئكم، كنتوا في وضع انسجام جميل كده. كمل كمل حضرتهم ده، انا امشي حالا. لا 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 لا، ازاي يا سمو البرنسيس؟ سعادتك يعني ما قعدتش معاكي من ساعه تشريفك. ان حضرتكم مش اقعد في بيت. ايه الجرس اللي بيدق ده؟ انت مش قلتي له نوراي؟ ما انا ما لحقتش يا تيزن. دي جرس جلجل اديته لست ام سعد منشان تعلن عن ميعاد تناول طعام. اتيكيت سرايا لازم يتراعى حتى في بلد دي. طبعا طبعا. انصراف. جنوس. مالك فتح الله؟ انت اضحك ليه؟
هقول لك يا عماد العزيزة، أنا بضحك دي سؤال، إجابتي دي عشان خف الدم، دم سموك. طب أنا هقول لك على سر، أنا في الأول في الأول الأول خالص أنا ما كنتش طايقك والله، ده في الأول والله العظيم تلات أجنبي كانت هتتفرتك من كتر الغيظ من العنجهية الإسطنبولية بتاعتك، ده في الأول. أما لما فهمتك وعرفت قد إيه أنت طيبة، الوضع اتغير نهائي، بقيت مغرم مغرم بيكي. ايه مغرم دي؟ انت تجنن فتح الله؟ عاوز روح مريستان؟ انت تلاكك؟ انا ما قصدتش المعنى اللي انت فهمتيه ده خالص. يعني ايه تلاكك فتح الله؟ من فضل حضراتكم احترامات اهتشامات، ابدأوا طعام. يلا كل يا توح، كل يا حبيبي. لما سمو البرنسيسة تبتدي الأول. اتفضل عمدة. انت عارف يا حبيبي تيزم هي اللي بتشرف على المطبخ، عشان كده الأكل كله تركي وطعمه جميل. طعمه جميل. أنا عمري ما هدوق أكل أطعم من كده ولا أحلى من كده. تشكرات عمدة. الأول في سرايا حضرتنا كان في طباخ تركي، شيف تركي، مرمطون كمان تركي، ما كنتش محتاج أشرف على طعام بنفسي. لكن هنا في سراي دي مفيش غير أم سعد وبنت شلبية، مش معقول خليهم يعملوا أكل لبلد بوشنين ولا كفر شيخ دي. كفر صغفة الله. عموما انت بركتنا والله، أنا حاسس ان انت نعمة ربنا بعتها لنا. تشكرات عمدة. بس نعمة دي مش اسم بنت حضراتكم؟ ايوة. نوراي تقول لي انها في بلد بعيد وكان مريض، ازاي حضرة عمدة قلب حضراتكم يبقى قاسي على بنت مسكين صغير من لحم ودم جنابك؟ استنى بس يا توح عشان خاطري ما تزعلش، عشان خاطري. ليه بس كده يا تيزا؟ ليه؟ عملك ايه عشان توجعيه وتجرحيه بالشكل ده ليه؟ وانا عملت ايه نوراي؟ ما عملتيش حاجة. هروح اسأله واجي اقولك. انا جرحت مشاعره راوية؟ فكرتيه ببنته واتهمتيه كمان انه قلبه قاسي عليها. ده حقيقي، قصدي احنن قلبه على بنت مسكين، مش له اي ذنب في خلافات بين امه وابوه. مش كل حاجة بتتقال يا سمو البرنسيس، بعدين في ناس قليلين قوي هما بس اللي يحبوا يتواجهوا بالحقيقة. أنا غلطت راوية؟ يعني عمدة فتح الله ممكن اغضب غضب شديد ونضطر نرجع مصر تاني؟ بغض النظر بقى ان احنا نقعد او نسافر، حضرتك لازم تطيبي خاطر فتح الله بيه على الاقل عشان خاطر نوراي هنا. ليش يا نعمة يا بنتي؟ سامحيني. شكر. توح، علشان خاطري يا حبيبي أنا مش عايزك تزعل من تيزا.
هي ما تقصدش ابدا اللي قالته لك. ده انت عارفها وحافظها كويس، قلبها ابيض زي العيال الصغير. يعني هو في حما في الدنيا تعاتب جوز بنتها انه مقصر في حق بنته؟ ليه ما تبقاش حفيدتها وتبقى بنت دورة بنتها؟ انت بتضحك يا توح وسايبني عمال اقول الخطبه الطويله العريضه دي عشان اهديك؟ ماشي يا توح. وصلي ضحكت على حكايه بنت دورة بنتها دي. طب ليه ما تقوليش بنت جوز بنتها من مراته الاولانيه؟ فتح الله، ما تقولش مراتي الاولانيه. لا مش دي الحقيقة، هي صحية خضرة مش مراتي الأولانية، بس الجازية هي مراتي الأولانية. أطحال أنا اللي مراتك وبس. لدرجة دي بتغير عليا يا أميرة؟ لا ما بغيرش عليك ولا حاجة، بس أنا ما بحبش تقول كلمة مراتي على واحدة تانية. دي بلساني بس، إنما اللي في القلب في القلب. مش مصدقك. خلاص سيبك من الكلام، بص في عيني هتلاقيه مكتوب. أريها على طول. يبقى خلاص. عاوزة إيه؟ عايزك ما تزعلش من تيزا. فهمين يا بنت الناس، أنا مش زعلان من خالتك، أنا زعلان من نفسي. كلام خالتك فوقني وخلاني أشوف اللي أنا مداريه. أنا فعلا راجل ظالم، ظلمت كل اللي من لحمي ومن دمي. يعني المفروض اتشكر لخالتك مش ازعل منها. حضرت جناب ام ده فتح الله اهي بتنادي عليك. وهي ما تجيش ليه؟ ما هي عارفه مكان هيني. انا مش ممكن كنت اقول كلام خصوصي لزوج حضراتكم اسمها واحد جنايني فلاح ولا واحد حارس بوابه ولا واحد غفير. ايه معناه ان عندك كلام مهم قوي؟ شوف حضرت ام ده، انا في حياتي كله مش قدمت اعتذارات لاي مخلوق، وحضراتكم ابقى محظوظ من شان حضراتنا قدم لحضراتكم اعتذارات من شان كلام قلته ساعة طعام عشاء. أنا ممنون للطف وكرم سموك، بس الحقيقة أنا مزعلان منك لأنك ما قلتيش حاجة غلط. شفت نوراي؟ شفت راوية؟ حضرت عمدة أقول إني مش اتكلمت غلط، ليه بقى تخلوني أقدم اعتذارات عن خطأ ما حصلش؟ بردون يا صاحبة السمو، أنا افتكرت لما فتح الله بيأمن على الأكل إنه زعل قوي. خلاص يا تيزا اعتبر الاعتذار كأنه مكان. وبعدين ما فيهاش مشكلة لما ساعاتك تتعطفي وتتكرمي وتقدمي اعتذار لواحد من رعاياكي، ده دليل كرم وأخلاق عالي. كرم وأخلاق حضرتنا مش محتاج دليل. انتهينا من اعتذارات وكلام فارغ، دلوقتي في موضوع تاني عمدة. أنا تحت أمرك يا سمو البرنسيسة. لا هما موضوع وموضوع، يعني اتنين عمدة. إن شاء الله عشرة، وعنا ورانا حاجة. تفضلوا جلوس. دادا روز وافقت إنها ترجع وهتوصل من مهروسة بكرة. مش معقولة هي تقعد في جناح فوق، هي لازم انزل في جناح حضراتنا تحت. بيبيك مصطفى بيك لازم يكون قريب منها، من شان كده مصطفى بيك لازم انزل تحت مش افضل معاكم فوق. انت بتقولي ايه يا تيزا؟ مصطفى ما يبعدش عني ابدا. شو سنوراي وصول تربية عالي لازم يتراعى، دلوقتي في موضوع وموضوع. لا 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 ما تحمرجيش، لا ساعتك قلتي موضوع يبقى فضلك كمان موضوع. لا هما اتنين ومضى كده يبقى تلاتة. انت مش قلت من شوية ان شاء الله يبقوا عشرة؟ عشرين بس قولي. انت تغيب كتير وسيبنا في ضيق وملل. زبيدة قول ان في جيران هاي كلاس كل يوم يزوروا بعض ويعملوا بونجور، احنا لازم نتعرف على جيران دي مش نفضل في ضيق وملل وعزلة كده. لا انت قلت تتعرف على الجيران، ما جرش حاجة، بس يعني لازم نسأل على الجيران دول يعني اخبارهم ايه، كمان نشوف وسيلة عشان تتعرفوا بها عليهم. فاضل ايه كمان؟ لطيف بي اتصل براوية هانم وطلب منها تبلغني ان احسن لقضية حضرتنا واحد افوكاتو من هنا من كفر الشيخ من شان يبقى تحت امر حضرتنا في اي وقت. قضية ايه اسمه البرنسيسة؟ لو ما كنتش جيت يا عمدي كنت هنزل لك بشنين مخصوص عشان اشكرك على الهدية اللي انت هديتهالي. ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ده من ساعة ما حط قدمه في الدكاني
والخير نازل علينا زي الشتي مغرقني. ابسط يا بركه، حاكم ابويا عمره ما شاهد لحد ولا جرب الفضل بغيره. يا سيدي كتر خيره، انا كمان بحمد ربنا ان انا لقيت شريك زيه. ده عمده ما هواش بس راجل جدع وطيب، لا ده تاجر شاطر وعنده ضمير، ودول حاجتين ما يجتمعوش الا صدفه. اخجلتم تواضعنا يا سيدي. قول لي يا حاج غازي، ما تعرفش احسن افوكاتو هنا في كفر الشيخ؟ افوكاتو؟ ليه يا ابني بس افوكاتو؟ لا لا ما تقلقش يا حاج، ده قضيه تخص البرنسيسة حمادي. قضيه ايه كفالة الشر؟ هقول لك بعدين. قلت ايه يا حاج غازي؟ قلت لا اله الا الله. بصراحه بقى يا عمدي احنا ما عندناش هنا في الكفر اشطر من الافوكاتو عمر الشواتفي. الانذار مكتوب بالفرنساوي وطالع من مكتب لويس باخوم. ده يا سيدي يبقى اكبر محامي في المحروسه، وانا اعتقد ان الراجل التركي اللي ورا الانذار ده عمل توكيل علشان يرفع قضيه، والانذار ده هو اول خطوه. طيب وايه اللي مطلوب مننا بالظبط يا حضره الافوكاتو؟ اولا توكيل من الهانم عشان اتحرك بيه قدام المحاكم. ثانيا الهانم تيجي تزورني هنا في مكتبي او اني اجرها يعني، علشان يعني اخد منها كل التفاصيل اللازمه، وكمان اطلع على كل الاوراق اللي موجوده عندها. خلاص سعادتك تشرفنا بالزياره ان شاء الله النهارده. يعني مش مستعجل يا عمده، ايه رايك يوم الاثنين يعني الساعه 7:30 مساء كده؟ يعني ما لقيتش غير عمر الشواتفي يا عمده. هو صحيح افوكاتو متصيط وسمعته ماليه الناحيه، انما ما تسالش حد يتعامل معاه الا لما يقول لك عد صوابعك بعد ما تسلم عليه. نصاب يعني؟ لا هو مش نصاب، انما مش دغري، اساليبه ملتويه كده. اشرب الشاي. بس والله براه عليك، بقالك كم شهر وايه ضحكت تعرف البلد واهلها. شغلتي بقى يا ابو اسماعيل، وانا واخويا الناس بتجيد لحد عندي. بمناسبه الافوكاتو، انا اعرف لك افوكاتو احسن من عمر الشواتي. هو صحيح مش متصيد زيه، انما شغله احسن منه وبما يرضي الله. وعلى فكره يبقى قريب عمر الشواتي، بس عمر مش سايبه حاله ابدا، عمال ينفه كل شويه ويشنع عليه وبقول للناس انه شيوعي. شيوعي؟ هو تقصد زي الجماعه البولشفيك دول بتوع روسيا؟ بالظبط كده، بس هو مش كده خالص. ايه مالك عمال بتبص في الساعه دي كل شويه؟ انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا، انا بس يعني في ضيف جاي لي من مصر مخصوص وتاخر يعني، فانا قلقان عليك. عموما انا همشي دلوقتي. ايه يا عم، هو انا عشان ببص في الساعه قلت مشي؟ لا انا عندي مشاوير هتاخد النهارده طوله، بس اعد عليك بالليل عشان نروح نطمن على الحاج يونس. كمان في موضوع مهم عاوز اتكلم معاه فيه. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه يا عم. يا استاذ مش سامع صوت المكن يعني؟ الشباب عطتهم راحة ساعة زمن ما فجرها. يا خواجك حيل انت مش ملاحظ انك مدلعهم زيادة حبتين؟ هاي دول عمال لهم حقوق، اذا بتعطيهم الحقوق تبعهم بيضل قلبهم على قلبك، واجب تفهم علي وتحفظ يلي بقوله لك. ما فينا ضل حفظك وتفي ناسي. ما بالراحة شوية على نسيبك يا خواجك حيل. اهلين خيو، كيفك بكري حبيبي؟ ايه ده ايه ده، انتوا شفتوا بعض النوبة اللي فاتت خمس دقايق لحقتوا تصاحبوا؟ هقول لك ايه، ما انت مش فاهم حاجة بقى يا سيدي. المره اللي فاتت انا والخواجه حيله حباك سهيناك بعد الاجتماع وسهرنا سهر الطرب على مزاج مزاجك. شكلك كده ما سمعتش حماك وهو بيلعب على العود وبيغني الودود الحلبيه. عنك يا جناب العمده. اتفضل يا سيدي يلا بينا. عدم المؤاخذه يا جناب العمده، عرفت جنابك ان الاستاذ بكري هنا؟ بكري هنا؟ انت باين انك حجزت واندهلت ونظرك كاف وما بتشوفش الا خيالات. بكري ايه اللي هيجيبه هنا؟ يمكن يا جناب العمده، لكن والله العظيم ثلاثة أنا شايفه بعناية دول اللي هياكلهم الدود، الأستاذ بكري وهو داخل المطبعة وهو دلوقتي جوا. أنا حبيت أقول لجنابك بس يمكن تكون عايز تسلم عليه. معقولة؟ بكري جاي من محروسة على بشير من غير ما يديني خبر، وبشير كمان مخبي علي؟ أتاريه كان كل شوية أبص في الساعة. طب ليه؟ اتأخر قوي يا براجل. الغايب حجته معايا حسن، والظاهر والله اعلم ان عنده لفه طويله. الله يكون في عونه. دواره منزل في بشنين وسرايا وناس كتير في كفر الشيخ، هيلاقي حاجه على ده كله ازاي؟ انت خايف عليه ولا بتحسده يا حسن؟ انا بتكلم جد يا ابو رجب، فتح الله اخويا في خطر. خطر ايه اللي بتقول عليه ده؟
النار اللي ولعها عبد الله اخويا لسه ما انطفتش، بالعكس دي وجوجت اكتر. السخاويه الغرابوه داخلين في سكه الطار والدم، ومش باين عليهم ناويين على خير ابدا. وصلنا النهارده اللي حصل في بشنين ليله امبارح، وكلامك صح يا حسن. كبيرهم اللي اسمه عباس السخاوي ده طالب الطار من شاهر، ومن اخوك عبد الله بعد ما تخلص مدته ويخرج من السجن. وجايز يستغيبوا عبد الله وياخدوني بداله. ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ بقول اللي هيحصل يا برجة. لا غلطان، تفكيرك المره دي مش في محله. عارف ليه؟ عشان عبد الله هو اللي مسك البندقيه وضرب العيارين، وهو بس اللي يشفي غليلهم. ما تخافش، ما تفكرش في الحكايه دي. بقول لك ايه، يلا بينا بقى نعزم نفسنا عند جماعه اخوك في سرايه نور الهدى. زمانه جاع وراح على هناك. انا بقى لا عايزه اسلم عليكم ولا هغديكم، مخصماكم يعني. ليه بس كده نوراي؟ طب انا واخد على دلك وهزارك، انما ابو علي ده بقى ذنبه ايه اللي بقى في نص هدومه؟ جرى ايه يا حسن؟ انت صدقت بجد ده انا مخصمك مش عايز اكلمك؟ لا لا طبعا، لا طبعا يا ابله. الله، حلوه قوي ابله دي، طالعه من بقك زي السكر. كتر الف خيرك. جرى ايه يا حسن؟ انت مكسوف مني ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى انك هتقعد جنبي؟ هو انا مش زي اختك؟ طبعا اللي تشوفيه. وجوزك فين؟ بانه لسه ما جاش. عدت ولا هيشتريها يا بابا؟ ده بقاله كتير قوي على الحال ده، ما بتلمش عليه غير تخطيف. بعدين بقى نوراي، احنا هنرجع تاني لعنب ديبو؟ ما انا قايل لك ان فتح الله ده عمده وشايل مسؤوليه بلده، وبعدين البلد اليومين دول ظروفها مش كويسه والحمل تقيل عليه. شيكو زعل، شيكو زعل، ده روز دي جميل تمام. مين شوف كرام؟ حاجي رجب، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سمو البرنسيسه، منوره كفر الشيخ كلها. بيقولوا ايه عشان يردوا على كومبليمون زي دي نوراي؟ بيقولوا منوره بيك. وعندنا بيقولوا الله ينور عليك. ايفيت ايفيت، هي دي. مين بلد جميل دي؟ ابنك حاجي رجب؟ ابنه ايه يا تيزا؟ ده حسن اخو فتح الله، انت شفتيه قبل كده؟ انا مش انسى وجوه حبيبه قلب، حسن دي اول مره اشوفه. اتفضلوا جلوس. أم سعد وبنت شلبية تحضر غذاء حالا. استني بس يا تيزا، احنا هنستنى فتح الله عشان نتغدى كلنا مع بعض. انتظار يوك، لازم حضرته يتعلم اتيكيت سرايا. ايه رأيك نوراي في رجعة دادا روز؟ احسن حاجة عملتيها يا تيزا. بيني وبينك روز ماري اكتر ناني حبها مصطفى، واكتر ناني خدت بالها منه. مش قلتلك نوراي انا مبسوط كتير؟ مصطفى بيك لازم يشوف خلقة جميل يميل عليه، يبوسه، يحط خد على خد، يغنيله، وده دروس فيها كل صفات الجميلة دي. مش زبيدة تيزا، بالمرة أنا هروح أشوف مصطفى بيك وهرجع حالا. شرفت حاجي رجب أنت وابنك، مش تمشي، هنحضر غذاء حالا. لا مفيش فايدة يا حسن، تيزا مصممة أن أنت ابني بابا. وبيني وبينك بقى، أنا هكون أسعد واحدة في الدنيا لما تكون أخوي. كنت شفتها كتير وعرفت قد ايه هي جميلة، لكن لما وجهت لي الكلام المرة دي ورفعت الكلفة اللي بيني وبينها، حسيت قد ايه تأثيرها خطير وازاي بيسيطر على كل اللي يجرب منها. بس بس يا شاب، اركن على جنبك واستناني، يعني مش هتأخر. بس عمرك يا سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغ جناب المأمور ان عمدة بشنين جه وعاوز يقابله. يا اهلا يا اهلا، يا الف مرحب يا عمدة بشنين. مرحب بيك يا جناب المعمور، بقالنا كتير ما شفناش جنابك من ايام موضوع عبد الله اخوك. اتفضل استريح. الف شكر. انا وصلتني اخبار الحكم، واقدر اقول لك الف مبروك. ربنا يبارك في سعادتك ويعزك. قبل ما اعرف سبب تشريف جنابك احب اعتذر، لاننا لغايه دلوقتي ما قمناش بواجب الزياره والتهنئه. انا شفت السرايا بتاعتك وانا معدي، ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تشرح القلب وتسر الخاطر. مش هيكمل الهنا والسرور إلا بتشريف جنابك أنت والهانم جماعتك. إن شاء الله في أقرب فرصة. ودلوقتي طلباتك يا عمدة. العفو يا جناب المأمور، الحقيقة لولا أن المسألة خطيرة اللي ما كنتش فكرت أبدا أزعج سعادتك. إيه وجه الخطورة فتح الله بيه؟ الليلة بشنين هتولع، وأني طالب قوة إضافية عشان اقدر اطفي الحريقه دي. وبعد هالك يا مولاي عمدة،
هتفضلي شايله طاجن ستك كده على طول؟ ربنا ما يوريك اللي انا فيه يا زمزم. وايه هو بس اللي انت فيه؟ ما انت زي الفل اهو. هي الحكايه حكايتاني، حكايه النار اللي شبطت في ديول الناس كلها، سخويه وحسين، ومش هتنطفي الا لو خدوا ولادي في سكه الطار. مين دول اللي ياخدوا ولادي؟ نص يا زمزم، سخويه الزاويه اللي ريشت جناحاتهم وطاروا زي الغربال وحطوا على سطوحنا وشبابيكنا، ولاد عمامي واخوالي عيلتي جايين وقصدني ولادي. يبقوا جايين لقضاء فتح الله وقف لهم زي السبر، ولا يمكن حيسيبهم يمدوا ايد ولا رجل ناحيه اهله وبلده وناسه الا ويقطع حاله. مش لو سابوه، دول جايين وقصدين. وهو اوعي تفتكر ان هم بيدوروا على شاهر ولا عايزين عبد الله، لا، دول جايين وقصدين العمده فتح الله، عايزين يخلصوا منه ويقعدوا مكانه في الدوار. نكبهم على شو؟ فتح الله مش سيده سهل، ولا هو غافل عن اللي في باله. اطمني وارمي حمولك على الله، وادي معاد الحج بيقرب وكلها كام جمعه ونسافر ندعي له حدا الكعبه الشريف. بالك الحاصل ده حيطول. ما تفكريش، تبات نار تسبح رمان. ما اقدرش اسافر يا زمزم واسيب ابني في الغرقه اللي هو فيها دي، ما اقدرش. يعني ايه يا مولاند؟ رجعت في كلامك بعد ما شبطتني؟ ربنا يعلم تقيله على قلب ازاي، لكن ما اقدرش اسافر واسيب فتح الله كده. ومين عارف، يمكن الحال تهدى ونقدر نسافر، واذا ما حصلش لا قدر الله تبقى انت تسافر انت والشيخ مجاهد. الشيخ مجاهد مش هينهض يسافر، نجلته لكفر الشيخ لخماه ولسه في اجراءات لازم يعملها. يبقى ربنا مش كاتبها لنا السنه دي، ونسافر السنه الجايه ان شاء الله. لا، انا شبطت خلاص، والرسول ناداه وحطلع يعني حطلع. انا كبرت ومانيش محتاجه محرم ولا حاجه. لا، انا طلع. ما ينفعش يا مشايخ، أنا ما اقدرش أتصرف في موضوع زي ده من ذات نفسي، لازم سيدنا العمدة هو اللي يوافق ويديني الإذن. شفتوا؟ جالكوا كلامي. علوان أبو حجر عارف إن العمدة راكن في كفر الشيخ شوية، فيقوم يتحجج بيه عشان الجول يفضل في بيت العد. أنا كنت قاعد وشاهد لما العمدة قال لك يقعد ليلة في بيت العدة، يعني يخرج النهاردة الصبح. والحقيقة مش هو لوحده كمان، ده معاه الجدع الغلبان اللي اسمه شميس وبهمته اللي امرت انهم يباتوا في حضن بعض. يا علوان، ده موضوع يخص الامن يا مولانا. سيبكم منه يا مشايخ، انا هتصرف. يعني هتعمل ايه يا حاج؟ هعمل اللي طول عمري بعمله يا ابن ابو حاجر، هروح بيت العده واخرج الجول بنفسي، وخلي غفير من غفرك يتعرض لي. صبرك بالله يا حاج عبد خالق، الولع مش ناقصه حطب. أنا عندي فكرة يا حاج. قول يا مولانا. صبر الحسيني بقى نايب العمدة، ومن سلطته إنه يؤمر الغفر وشيخه، فبدل ما تروح على بيت العدة كمل وروح لصبر الحسيني ويتفاهم معه. والله فكرة بجد يا شيخ مجاهد. ابقى استنى أوامر نايب العمدة يا اسمك إيه أنت؟ عجبكم كده يا مشايخ؟ اني يتقال لي يا اسمك ايه انت؟ خلاص بقى يا علوان، فوت له فرغه. ولو عايز ترد عليه ما تستناش اوامر صابر، روح جري على بيت العده وتطلع شميس والجول سوا. الله يفتح عليك يا مولانا ونعم الراي. خلاص يا علوان، ما تضيعش وقت، يلا روح. سلامات يا ابو مجاهد. طيبون يا ابو حامد، عايزينهم يقولوا عليا اني اتهتيت وخفت لما عبد الخالق الحسيني قال لي انه حيبلغ نائب العمده. طب لا، انا بقى ما باخدش اوامر الا من جناب العمده شخصيا. بالاذن يا شيخنا، الحاج عزام واصل. يا اهلا وسهلا، خلي القعده تكمل. والله جه في وقت. ايه رايك يا شيخ مجاهد، بدل ما نروح انا وانت لوحدين لعباس السخاوي، او يجي معنا الحاج عزام؟ صح، انا اعرف من زمان ان عزام الحسيني
له صلة قديمة قوي بسخوية الزمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بقول لك إيه يا صابر؟ أه بالحاج، مش كنا رحنا على الدوار الأول عشان نخليه يهز طوله وينفذ أمرك؟ أنا مش مدي لابن أبو حجر أي أهمية، وبكده هيبقى الجلجلة معلم على جفاه خمس صوابع. افتح الباب يا علي، اجري بسرعة، انده الجول الحسيني والولا شميس والبهيمة بتاعته. بس يا سيدنا. انت لسه واقف؟ اسمع الكلام يا علي. ازاي الحال دلوقتي يا ابو الشحات؟ مش نائب عمدة، ده انت عمدة. انا سمعت بالمشاكل اللي جرت بين حسينة بشنين وسخوية الزاوية اللي جم وقعدوا في ميت السخاوي، والحكاية دخلة على حدوت الطار، واحنا عارفين خصومة الطار بتبقى وعرة ازاي، لو ابتدت ما بتخلص. ده اللي كنا عاملين حسابه ومرعبين منه، وبنحاول على قد ما نقدر نحلق عليه ونمنعه. قلنا نروح له أني وشيخ الجامع ونقعد معاه هو وجماعته ونتحدث معاه بكل صراحة. لا، وفرحنا قوي لما لقيناك جاي، قلنا بس عزم بيه ليه تقلوا وضعه لو راح معانا، خصوصا اني اعرف ان فيه ود قديم بينك وبين عباس. يومال وبقينا حبايب الروح بالروح بعد ما كنا بنتسابق على بنت عمدة كفر الجرايدي والمزاد ريسي على العبد لله، وفزت بالمرحومة والدة الجازية، وعباس كان حيتنقط ويروح فيه. نشنت يا بشيخ مجاهد، ما لقيتش غير البيه عزام اللي يروح معاك عند عباس السخاوي. وماله يا علوان، ما عنديش مانع اروح معاه، وده اللي جابني من المحروسة، وهناك الدنيا بتغلي بعد حادث سيرلستاك سردال الجيش المصري في السودان، ووضع سعدي باشي بقى محرج ووزارته على كف عفريت. بس بلدي لها الأولوية، وما يخلصنيش أسيبها في ظروف زي دي، وخصوصا إننا داخلين على انتخابات. بتبص لي كده ليه؟ إيه انتخابات؟ أول انتخابات برلمان حسب دستور 23. يلا يا أخوان طهو، يلا اسمعوا كل واحد يشوف حاله، وإنت واد يا شميس يلا روح على دارك ولا اسرح في غيطك وانسى الليله اللي بيتيه في حضن الغفر، ومفيش لزوم تقعد تولول وسط المقاطيع بتوعك حدا ولا غنامه. حاضر يا سيدنا وابن سيدنا. وانت يا جولي اتكل على الله دلوقتي. ما كلنا اتكل على الله يا استاذ صابر، انا جاي معاكم. جاي على فين يا قال؟ انتوا مش رايحين الدوار، انا جاي معاكم. وبعدين يا حضره النايب، أنا ما بفارقش أبويا بخالك. معلش يا جولي، أصل في اجتماع مهم ومش مسموح لك إنك تحضره. اجتماع مهم ومش هحضره حضرة العمدة؟ خير إن شاء الله، تكونش زحته من سكتك وخدت طارك. اسمع يا جولي، أنا خرجتك من الحبس لأجل خاطر الحاج عبد الخالق ولقمة العيش والملح اللي أنت كلتها معايا لما جيتني جزيرة العاصي، لكن أنا عارفك وعارف طبعك اللي مكره الناس فيك. عندكش شغلاني غير إن تدفس حباب عينيك ورا كل باب، وترمي ودانك في كل مجلس، وتسوق الرزالة على تلقيح الجتت على كل خلق الله. لكن متهيج لي إنك عارفني وعارف طبعي، وعارف إن أنا كمان خلقي ضيق وماليش صبر لا على الرزالة ولا اللي بيدرس له. عجبك كده يا خال؟ عاوز تعمل في ايه دلوقتي يا ابن ابويا صادق؟ هتضربني ولا تخنقني؟ انت بتقول ايه يا علي؟ معلش يا صابر، معلش، كفايه كده. وانت يا منحوس مالكش دعوه بالدوار واللي فيه، ماشي روح يلا. حتى انت يا خال، معلش، بكره تروج وتحلى، اشبعوا بالدوار واللي فيه. يلا بينا يا حاج. بقول لك ايه، ايه رايك تاخد الحاج وبنتكم الخير وتروحوا تزوروا نسايبكم في مدبول
انتوا اقعدوا لكم ليلتين حداهم وايه المناسبه؟ ومن امتى انت بتتدخل في الحاجات دي؟ انا بنصحك يا حاج ما تبيتش في بشنين الليله. هيجرى ايه الليله ببشنين؟ لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء ولا حالنا عن الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه في فضا، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب الصبر طيب، بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب طايحة بنار ياح الجدر، في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. والصبر طيب الصبر طيب، لكل ده دور والشدايد تهون، وابو قلب طاهر دعوه